السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكر من قناة كباكر تي في. تم فحص قرية في الهند واكتشفوا إن القرية كلها على بكرة أبيها عندها فيروس كورونا ما عدا شخص واحد. تخيل لو أنت امتلكت، أو حسب ما مكتوب في الخبر، تخيل لو امتلكت نصف حظ هذا الرجل. والله هو لو عنده حظ ما كانش عايش في الهند أصلا، اشتغل في الهند. تشغيل لايك شير سبسكرايب شغل الجرس، كل خبر جديد تعرفه اول باول قول لنا رايك في الكومنتات تحت. لو تمتلك نصف حظ هذا الرجل ولا انت، قول لنا حظك انت، سيبك من الكلام اللي مكتوب، قول لنا انت حظك حلو في الدنيا ولا وحش ولا دنيتك ايه. اكيد يعني لو حظك حلو ما كانش ظهر لك الفيديو بتاعي واشتغلت لك، يعني ممكن يكون من حظك الحلو ان انا شغلت الفيديو ده وكواقع قاعد بيتكلم معاك دلوقتي. سلام.